La sixième course. C'est parti pour la sixième course. C'est la GIZ Oumzin qui a خيول عربية أصيلة أربع سنوات فما فوق سباق من سيرف السي مسافة 1850 متر. انطلاقة جيدة للخيول في هذا السباق رقم 14 شريك دوغرين في انطلاقة متميزة مراكب قاسم في الطول من الجهة الوسطى من جهة الحاجز صعود ممتاز لكل من مجموعة خيول كرقم 12 يا خنيصة مع ركيب عمر لكجل وكذلك الصعود من جهة الحاجز للفرس إذا رقم 16 فاتين واحد عبد السلام الحافظي لكن طالق إذا بقوة في لا دوزيام بلاس بوك فيرت الركيب عبد السلام الحافظي كيشتكي بقبعة خضراء رفقة فاتين واحد باقي في الصف الاول اذا صعود ممتاز للفرس رقم 14 ياك دو غرين مع ركيب قاسم في الطول الان كيحاول انه يرفع الايقاع ديال المسابقه في المقدمه في الدوزيام بلاص رقم 16 فاتين واحد عبد السلام الحافظي في الثوازيام بلاص صعود ممتاز لرقم 3 او رقم 4 منادي البراق عبد العزيز القرطاسي كيصعد من جهه الحاجز وكذلك محاوله صعود دين نميرو 5 شكر الله عثمان مرصوي في الصف الخامس من الجهه الوسطى باقي نميرو 14 شاياك دو غرين في البروميير بلاص صراع قوي بين رقم 14 قاسم في الطول وكذلك مع الممثل ديال السيد اسماعيل نصيف رقم 3 سعيد مادحي وكوسبيل الان كينطلق بقوه وكيحاول اكيد انه يرفع الايقاع ديال المسابقه شاياك دو غرين الان اللي كيوجد منافسه قويه من جانب كوسبيل رقم 3 وكذلك رقم 5 شكر الله رقم 14 في البروميير بلاص نيميرو 3 في الدوزيام بلاص ورقم 5 في الثوازيام بلاص في الصف الرابع كنتابعوا الصعود ديال رقم 2 شفيق شطروج مع ركيب هشام الكجل وكذلك في الصف الخامس رقم 7 شرزات اطلس رفقة ركيب خالد جبيلو الان لكن باقي بعيد صاحب المقدمه رقم 14 شفيق دوغين الان كينطلق بقوه وكيحاول انه اذا يوسع الفارق مع صاحب الصف الثاني واللي هو رقم 3 كوسبيل سعيد مديحي الان وصلنا لخط النهائي ومستقيم في هذا السباق 14 باقي في الصف الاول ورقم 3 في الصف الثاني نيميرو 5 في الثوازيام بلاس انطلاقه قويه لرقم 14 شريك دوغرين الذي كينطلق بقوه اذا الحصان ديال رقم 14 ديال السيد ظفريات الان في الصف الاول كينطلق بقوه وكيوسع الفريق مع رقم 3 وكينطلق بثبات نحو الفوز بهذه المسابقه اذا الفوز سهل لرقم 14 شريك دوغرين مع ركيب قاسم في الطول في الصف الاول 14 في الصف الاول او عفوا رقم 4 بالفعل 14 في الصف الاول 5 في الصف الثاني 3 في الصف الثالث 7 في الصف الرابع ورقم 2 في الصف الخامس فوز ديال رقم 14 شريك دو غرين بهذه المسابقه رفقه الركيب قاسم في الدول اللي قدم سباق ممتاز للغايه وفاز بسهوله تامه في هذه المسابقه فوق مثبت بلا بريمير بلاس من خط البدايه حتى الخط النهايه اذا الفوز ديال الحصان ديال السيده ندى فرياط في هذه المسابقه نيميرو 14 شريك دو غرين في لا بريمير بلاس رفقه الركيب قاسم في الدول في السباق السادس.